أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يطلق لحيته ويقول في نفسه ويقول عن نفسه في نفس الأمر: إني لا أحبها وإني أريدها صغيرة ولكن أطلقها لأنها واجبة فقط، لأنها ويقول عن نفسه ويقول في نفس الوقت: إني لا أحبها وإني أريدها صغيرة ولكن أطلقها لأنها واجبة فقط. واجبة؟ أي نعم. هذا يعني يقول أطلقها لأنها واجبة، صار يعترف أن إعفاء اللحية واجب، ولكن إذا كان يقول أكرهها هذا خطر، خطر شديد، لأن هذا يكره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه خطر من الردة، لأن من كره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرتد، فعليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الكلام الذي لا خير فيه. نعم.